بنديكت ستيست، طالما في ابوستروف اس يبقى ده مكتشف بواسطة عالم اسمه بنديكت. ده اختبار هام جدا للكربوهيدرات المختزلة. مختزلة يعني ايه؟ يعني فيها فري الديهيد او كيتون جروب، يبقى ينفع ليه الكشف عن المونوساكرايدز. المونوساكرايدز هتدي كلها هتدي معاه بوزيتيف. طب لما يكون في فري الديهيد او كيتون جروب ده بتعمل ايه؟ بيبقى لها القدرة على اختزال محاليل مختلف المعادن. الريديوسنج شوجر ده السكر المختزل ده اللي فيه فري الديهيد او كيتون جروب في الكالاين كونديشنز تتومرايز، يعني بيكون لي مركبات متماثله، يعني بتكون لي حاجه اسمها انيديولز فيها هيدروكسيل جروب على جانبي الكربونات. طب الانيديولز ديت ايه؟ باورفول ريديوسنج ايجنت، عوامل مختزله قويه جدا. لما نيجي نطبقها على محلول بنديكت بقى اللي هو عمله عشان يثبت النظريه ديت، في عبارة عن كبريك ايونز اللي هي اكسيد او ايونات النحاسيج. ايونات النحاسيج ديت بتتحول بفعل السكر ده الى كبرس فورم، الى ايونات النحاسوز. والسكريات نفسها بتتحول الى اسيدز، الى احماض او شوجر اسيدز. طيب الكبرس ايون اللي حصل له ريليزنج ده بيتحد مع الهيدروكسيل جروب عشان يكون لي يلو كبرس هيدروكسيد. اليلو كبرس هيدروكسيد ده اللي هي هيدروكسيد النحاسوز مع التسخين بينقلب الى ريد كبرس اوكسيد، اكسيد بدل هيدروكسيد بقى اكسيد النحاسوز الاحمر. بتتوقف درجة الاختزال ودرجة اللون على تركيز السكر الموجود، فلاقيه بيتدرج من لون مخدر كده او اصفر، مش لون بقى راصب عشان يبقى المعنى دقيق، الى راصب احمر طوبي. عشان كده كان بيستعمل كسيمي كوانتيتيف تيست في تقدير السكر. يعني ممكن اخد عنه فكره او اخد منه فكره سطحيه كده عن مدى تركيز السكر في المحلول بتاعه زي ما هنشوف في الشغل العملي بتاعه. طب انا بعمل بنديكت تيست ازاي؟ ان انا باخد 5 مللي من البنديكت ريجنت او 5 بارتس على الانبوبه بتاعتي من البنديكت ريجنت، وعليه 8 دروبز 8 نقط من الكربوهيدرات سوليوشن اللي معايا. بعد كده بعمل ايه؟ بعمل دايركت بويلنج. يعني ايه دايركت بويلنج؟ يعني باخد الانبوبه بنفسها اغليها على اللهب او الفليم اللي قدامي على البنش، او ان انا اغليها في حمام مائي في ووتر باث لمدة دقيقتين. بعد كده بسيبه يبرد، لو كان بوزيتيف بلاقي يديني البريسبتيت الاحمر اللي هو على اليمين، الانبوبة اللي على اليمين. لو كان نيجاتيف وده مع النون ريديوسنج كربوهيدراتس او مع البوليساكرايدز هيفضل ازرق رايق، مفيش فيه اي تربيديتي، لان التربيديتي نفسها معناها ان حصل رياكشن. انما بلاقيه رايق جدا وكلير بلو كلر يبقى ده نيجاتيف. لو لقيت اي بريسبتيت واي درجه من اللون يبقى ده بوزيتيف تيست. We are going to perform the Benedict test. The apparatus used for this test are test tubes, test tube stand, a test tube holder, measuring cylinder, and a beaker containing the sample. The reagent used for this test is Benedict's reagent. Take a test tube and hold it firmly with a test tube holder. Add 5 ml of Benedict's reagent. Add 8 drops of the sample.
Shake the contents well and boil it for approximately 1 minute. Shake the test tube by heating it. There is a formation of a color change, which indicates the positive Benedict test. هتكون نتيجة البنديكت ايه؟ هيكون نتيجة البنديكت ده ان انا اقول عندي reducing sugar. reducing sugar فيه free او الديهيد او كيتونجروم. هل هو مونوساكرايد او دايساكرايد؟ معرفش لسه. بحتاج اختبار بعد البنديكت عشان احدد. انما البنديكت زي ما قلنا ان من مميزاته ان هو اقدر اعتمد عليه كسيمي كوانتيتيف تيست، يعني يعطيني فكرة كده رف استيميشن، فكرة سطحية عن مدى تركيز السكر في المحلول. الأنبوبة الأولانية طبعا نيجاتيف، اللي هي ترانسبيرنت بلو كلر، إنما لو بقت جرين كلر يعني اتغير لونها بس، معناها حصل رياكشن، حصل أكتيفيتي، يبقى دي فيها نص جرام اللي هي بنسميها 1 بلس. غالبا ده كان بيتطبق على اليورين، كان زمان بيختبروه لاختبار السكر أو الجلوكوز في اليورين. لو لقيت الاخضر ده بقى بريسبتيت يبقى من نص لواحد جرام، وهكذا بقى كل ما يتقل اليلو من 1 إلى 1.5 جرام في المية اللي هي 3+. الاورنج او الاورنج بريسبتيت يبقى ده عبارة عن 4+، لغاية ما اوصل للبريكريد بريسبتيت اللي هو اكتر من 2 جرام في المية.